مرحبا، أحييكم من عاصمة مالي باموكو، وأحيي قناة 218 لحسن الضيافة اللي اتاحتنا الفرصة لاستضافة، وأحيي عمار محمد، وأحيي ليبيا لأنها عاصمة الثقافة الترقية الذي أسست فيها فرقة ديناروين، الذي مات فيها فنان الراحل الديد أقابل في منطقة غدامس حدودية مع الجزائر، الذي توفي في 1995 في منطقة غدامس. وأحيي كل الليبيين وأحيي كل الطوارق الذين في ليبيا، وأشكر نشكرهم جدا لأنهم هما الذي أعطانا الفرصة لتشجيعنا ليكونوا ديما تواصلوا معنا لنقدم لهم ما لدينا أفضل، لأننا موسيقتنا لها رسالة لهم هما، لأننا نتكلم على معاناتهم ونتكلم على معاناة أخوتنا ونتكلم على معاناة عالم الإسلامي بصفة عامة، ونتكلم على كل القضايا التي تخص الشعب الدارقي بصفة خاصة، وأتمنى أن ليبيا تستقر وترجع في الأمان استقرار إن شاء الله وأتمنى أن ليبيا تستقر وترجع في الأمان استقرار إن شاء الله إن شاء الله، لأن ليبيا دولة التي تأسست فيها موسيقى الترقية من بدايتها إلى توا، لأنها عاصمة الثقافة الترقية بصفة عامة وعاصمة الثقافة العربية بصفة عامة ثانية. وسوف أوجه رسالتي لأخوتي أيت ما شت ما رقدت لم توتنون سمكرا نكون السير عبد القادر أبو بكرين أتي وزاز سما ستوني كادر تراني إن شاء الله سيدرها نغا جامع ولاغا سيدرها نغا ونا عرض ولاغا نقرد سيدرها نغا إن شاء الله ترتيتو ماست تقبل هارتي ينضغن لما انك في الهارت وانا يفنشك او دانا يرزنشك ان شاء الله فلاس العالم تقى تكي شنا وانك انا يضمن قيمة هذا كل ورنا بدي ورور ان شاء الله دغ ان شاء الله نرارا مسينا قاتل منكم بس كينا كنا تسمك ورا نوفريتك ما وانو وانضغك لنغرد نستانس دون تكون تسمى وين دراون كون هارت نجوتني مشان ان شاء الله هارت ونغرز نزورتي رزاس هارت منك سفوز دفوز نكنا دوس نجيسي ما نفوز دفوز ودي نفوز دفوز نكا دفوز دفوز نتو ما صار ياد نجا فوز دفوز ندي هارت نفان الهارت نتي ندي لكور ندي هارت نيكالنا وي الضر نيسارت وين رف ان شاء الله دا ان شاء الله هني غاس تمضري تانشي ان شاء الله تتراتك ناجين ان شاء الله ولقوني ان شاء الله رقدت لمرنون تنمرت مرسي.